قتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال في غارات جوية على سيارة كانوا يستقلونها في مدينة صعدة معقل المتمردين في شمال اليمن، على ما أعلن الحوثيون ومصادر طبية، في حين نددت منظمات حقوقية بالهجمات. من جهته قال التحالف الذي تقوده السعودية إنه اعترض الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقه المتمردون من صعدة في اتجاه منطقة نجران الحدودية في جنوب السعودية. ويأتي هذا التطور في أعقاب قرار للأمين العام للأمم المتحدة برفع التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة الكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال. ويخوض المتمردون المدعومون من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، حربا دامية منذ العام 2014 أسفرت عما تصفه الأمم المتحدة عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. واتهمت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية كلا من التحالف العسكري والحوثيين بارتكاب انتهاكات في اليمن ترقى لجرائم حرب.